السلام الله عليكم وتحيه لجميع متابعي ومشاهدي قناه عثمان برشلونه من جديد. وكما العاده نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحسن الاحوال. خوتي لله ما اعطى ولله ما اخذ وانا لله وانا اليه راجعون. باسمي وباسم جميع متابعي ومشاهدي قناه عثمان برشلونه كنتقدموا بالتعازي الحاره للاسره ديال الشاب المغربي صلاح الدين حبيبي اللي وافته المنية نهار أمس إثر ضربة في حصة تدريبية للملاكمة. الشاب صلاح الدين حبيبي قيد حياته كان كيعمل مونيتور أي مدرب للصغار في الملاكمة، وللأسف يعني جايب يومين على ما أظن هو إن كوما يعني اللاوسي في الكوما. واليوم يعني السبب ديال هذا الفيديو، علاش كنعملوا هذا الفيديو؟ باش نعرفوا بهذا الشاب المغربي اللي كان نزيل في ملجأ القاصري مدينة ليريدا، ودائما يعني خصوصا فيما كيكون يعني مهاجر وبالاخص مهاجر مغربي ما كيتعطاش الحق ديالو، يعني الاعلام بصفه عامه خصوصا الاعلام المحلي هنا الاسباني، ما عرفتش علاش اخوتي، فقط صحيفة محلية ديال مدينة ليريدا هي اللي هضرت على هذا الشاب واخوان مغاربة زميل احمد العمري عن صحيفة كاتالونيا 327. انا غادي نشوفوا اخوتي صحيفة، وكذلك واحد الصديق اللي هو زكريا سروري اللي كتب عليه من كان انكوما يعني ميوقعت له الحادثة. واليوم يعني صحيفة، غادي نخليكم مع واحد الفيديو اخوتي، مع واحد المقطع ديال واحد الفيديو صغير باش نعرفوا بعدا شكون هو الشاب صلاح الدين حبيبي ابن مدينة قلعة السراغنة. 19 سنة اخوتي، عمر الزهور، يعني باقي العمر كامل قدامه. شاب رياضي طموح كما قلتكم، كان نزيل ديال في ملجأ القاصرين يعني في سنترو ديال مينوريس. الإخوان كيقولوا كاين غموض يعني في الوفاة ديالو. الإعلام كما قلتكم دائما للأسف، خصوصا يعني بطل بحال هذا ما هضرش عليه الإعلام، ما عطاش الحق ديالو. يعني حنا خصنا يعني كنطلب منكم الإخوان كاملين يعني تبارطاجيو هذا الفيديو، على الأقل يعرفوه الناس يعني بعد الوفاة ديالو. بطل مغربي، يعني بطل شاب وبوحديته هنايا، ما عنده لا والديه لا عائلته لا حتى شي حاجه. وكما شفنا اخوتي يعني كان مدرب للصغار، كان بطل واعد في المكالمه، يعني كان غادي يقول الكلمه ديالو، لكن للاسف قدر الله وما شاء فعل، الاعمار بيد الله. لكن كما قلتكم انا دائما وكما قلتكم شحال هذه يعني في مقتل الشاب يونس، الشاب المغربي يونس، على اثر يد العنصر يعني بطلقات ديال الرصاص مره اخرى. اليوم شنا كنظن كانت الوفاه ديال واحد الشاب اسباني في التراسه على ما اظن. شنا الاعلام كيفاش كيتطرق؟ يعني كيس كان سيمباس، يعني حنا دائما كونترا يعني العنف كونترا، والمجرمين ياخذوا العقاب ديالهم، ولكن ما عرفتش يعني علاش يعني خصوصا يكون مهاجرين مغاربه ما كيتعطاهمش الحق ديالهم، يعني ما كيهضروش عليهم. وهذا الشيء اللي لاحظنا يعني في الوفاه ديال هذا الشاب هذا. للاسف اخوتي التليفون كان كيتسرق باش ما نقطعش، سمحوا لي باش ما نقطعش هذا، باش ما نقطعش هذا اللايف. نتاسف على هذا الانقطاع الصغير اخوتي ونكملوا. قلتكم نشوفوا الصديق كما شفتوا معايا في المقطع، شفتوا الصور ديالو، ونشوفوا شنو قال الزميل والصديق زكريا سروري اللي كتب عليه مي كان باقي يعني في الكوما اللاوسي. قال: دخل الملاكم المغربي الواعد بالحبيبي صلاح الدين في غيبوبة بعد سقوطه خلال النزال التدريبي، حيث استدعى الطاقم الطبي لتقديم الإسعافات الأولية للملاكم وكذا المصالح الأمنية، ولكنه لم ينهض من أرض الحلبة ليخرج منها على ناقلة فاقدا الوعي. ونقل الملاكم الواعد صلاح الدين البالغ من العمر 19 سنة وهو من القاصرين السابقين بمدينة ليريدا بعد ذلك إلى المستشفى الجامعي ليريدا، ولا يزال في غيبوبة. هنا كان باقي قيد الحياة، هناك واحد الفيديو ديال النزال ديالو
وانو الفيديو ما عرفتش اخوتي واش ها هو كما كتشوفوا واحد الفيديو ديال الصراحه كان غادي يكون بطل في الملاكمه. وهنا نشوفوا يعني وكذلك يعني الزميل السي احمد العمري في كاتالونيا 247 حتى هو كتب عليه في واحد المقال. وهنا كما شفتوا ها الاعلام الاسباني يعني هنا في صحف يعني محليه هضروا على هذا الشاب. هذا هو هذا الصوره ديالو كما كتشوفوا. اللهم اغفر له وارحمه وارزق ذوي الصبر والسلوان. وهنا وغدا ان شاء الله غادي يكونوا معنا غيكون معنا الاخ زكريا عن جمعيه نوستالجيا بالعائليه بلي رضا وكذا الجمعيه الاسلاميه ابن حزم بلي رضا كذلك. وهذه الصور ديال الشاب زكريا عفوا الشاب صلاح الدين حبيبي كما كتشوفوا. هذه بعض الصور ديالو باش نعرفوا على هذا البطل وكنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو. وهذا فيديو هاو كيدرب الصغار كما كتشوفوا اخوتي هنايا. بغينا الصراحه يعني بغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصلوا نعطيوه الحق ديالو مسكين ولو يعني نعرفوا عليه ونعرفوا به باش يعرفوه المغاربه. ومره اخرى كنتقدموا التعازي الحاره يعني للاهل ديالو الام والاب ديالو الاخوان والاخوات ديالو والمغاربه اللي رضا والمغاربه اسبانيا بصفه خاصه وجميع المغاربه بصفه عامه. والصراحه عاود كنرجع ونقول وهنا كما شكو بالكاتالان يعني واحد صحيفه محليه بلي رضا كتقول مور اون بروفيسور دي اون خيمناسي دي رضا بور اون كوب دا اكسيدنتال يعني ضربه يعني كيف نقولوا حنا بالعربيه يعني ضربه في المكالمه يعني ضربه غلطه ولا هذا بهذه الطريقه وبهذه العباره. وهنا يعني نحاولوا نترجموا هذا شنو قالوا هذا شنو قالت هذه الصحيفة بالعربية. وفاة مدرس رياضة عن ضربة عرضية من ضربة عرضية نكت من كان الشاب مراقب ملاكمة وتلقى صباح الأحد ضربة في رأسه تم نقله إلى مستشفى أرناو دي بيلانوفا حيث توفي يوم أمس. علمت هذه الصحيفة أن الأحداث كانت ستحدث صباح الأحد عندما اضطر صلاح الدين مدرب ملاكمة في اتحاد الرياضة إلى المستشفى بعد تلقيه ضربة قوية في الرأس عن طريق الخطأ يعني عن طريق الخطأ وهذا الأكسيدنت عن طريق الخطأ أخوتي عفوا. وهنا وولدت الصالة الرياضية الاجتماعية أمس صدى الموت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكد أن هذه لحظات من الألم والحزن العميق ونحتاج إلى التوقف لالتقاط أنفاسنا. لهذا السبب سيتم إغلاق الصالة حتى 10 يونيو. صلاح سنذكرك دائما بالحيويه والقياديه زملاؤك وطلابك واعضاء الكيان يفتقدونك بالفعل. وغدا ان شاء الله كما قلت لكم غادي يكونوا معنا جوج ديال الجمعيات من جمعيه نوستالجيا العائليه بلي رضا واللي غادي يكون معنا الصديق زكريا السروري وكذلك الجمعيه الاسلاميه ابن حزم بلي رضا كذلك. خوتي مره اخرى كنتقدموا التعازي الحاره للاسره ديالو الام والاهل ديالو كاملين. ما نطولش عليكم بزاف غير كما قلت لكم الصراحه ما فهمناش يعني الاعلام الاسباني ما كيهضرش على كما شفتوا هذا الصباح. وكما قلت لكم يعني البرامج الصباحيه كلها يعني ملي كتكون شي حادثه اليمه بحال هذا دائما كيكون كيعطيوها وقت كبير. وحنا للاسف كما قلت لكم هذا الشاب هذا جان هنا صغير ويعني وساطع يعني وخا بوحدو ما عنده لا عائله. وهذه رساله يعني للشباب اللي كيجيو بحال هادشي اللي وقع يعني في الراسه وكيوقع بزاف ديال البلايص يعني هذا قدوه للشباب المغاربه اللي كيجيو بوحدهم بلا عائلات ديالهم بلا والو وكيكونوا راسهم وكيكونوا المستقبل ديالهم. انتم شفتوا كان غادي يكون بطل يعني ملاكمه مستقبلا لكن قدر الله وما شاء فعل وانا لله وانا اليه راجعون. طلعوا لي فراسكم ليله سعيده والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.